كان هناك 34 تهمة، وتحت القانون الأمريكي هناك مستويات مختلفة من الجرائم، من الجنايات، وأيضا محاولة إخفاء الجرائم. ونحن نتكلم عن هذه التهم. هناك 34 تهمة هدفها إخفاء جرائم أكبر، وهذه الجرائم تعد جرائم في الولايات المتحدة الأمريكية مهما كان الشخص، فلا يمكن أن نتجاهل هذه التصرفات الجرمية. المتهم رفض مرارا وتكرارا، وأيضا طلب من الآخرين أن يعطوا بيانات خاطئة. أيضا نحن لقد قال معلومات خاطئة عن بعض الأشخاص، وهناك بيانات خاطئة قالها فلان لأشهر خلال عام 2017 وفي أبريل ومايو ويونيو أيضا خلال العام بأكمله، ولتسعة أشهر مستمرة خبأ المتهم ملفات تحتوي هذه الكذبات، أنه دفع لمايكل كوين لخدمات قانونية قام بها عام 2017 وشخصيا وقع على ملفات ووقع على تشيكات قدمها لمايكل كوين، ولكن وجدت المحكمة أن هذه الملفات تحتوي على كذب. وبالطبع مرارا وتكرارا الرئيس ترامب كان يقول هذه المعلومات الكاذبة، وهناك أيضا جرائم متعلقة بانتخابات عام 2016 فدونالد ترامب، وهناك أيضا أشخاص من الإعلام الأمريكي وسيد كوهن وافقوا عام 2015 على خطة وجريمة لشراء معلومات سلبية لمحاولة مساعدة احتمال فوز ترامب في الانتخابات. وكجزء من هذه الخطة قام رئيس ترامب بثلاث دفعات مالية لأشخاص لعدم الإفصاح عن هذه المعلومات. وبالطبع كان هناك معلومات خاطئة أيضا قيلت خلال هذه الجلسة. بالطبع تم دفع أيضا المال لسيدة ستورمي دانييلز، وقبل الانتخابات الرئاسية مايكل كوين قدم أكثر من $100,000 لمحامي ستورمي دانييلز، وهذا كان لديه تأثير كبير على الرأي العام، وأيضا هذا كان غير قانوني وانتهك قانون الانتخابات، وكان هناك خطة لانتهاك القوانين، ومبلغ $130,000 تخطى سقف المساهمة في الحملة الانتخابية، وأيضا هذا انتهك قانون نيويورك. هذا السبب الذي دفع ترامب إلى قول معلومات خاطئة عن هذه الجرائم المالية وتقديمه لهذه المبالغ المالية لستورمي دانييلز. والقيام بذلك، ولو اعترف بهذه المعلومات لكان اعترف بجريمة، ولكن بدلا من ذلك هو قال أنه دفع هذه المبالغ للسيد كولين لخدمات قانونية، ولكن السبب الأساسي هو الإخفاء عن هذه الجرائم التي قام بها. وهناك بيان خاطئ أيضا لإتمام هذه الخطة. أيضا تم القول أن هذه المبالغ التي قدمت لسيد كولين هي أجر له، لذلك أيضا هذه اتهامات جنائية في القانون في نيويورك. فهذه جرائم ومن المهم التركيز عليها في أي مكان، وهي مهمة أكثر في مانهاتن حيث أن هذه المنطقة هي المركز المالي في العالم. وبالطبع مكتبي مع المدعين الموهوبين الذين حضروا اليوم كشفوا عن
جرائم عديدة في مجال الأعمال، وهذه التهم يمكن أن تكون أساسية بالنسبة لنا. فأيضا يمكن أن يكون هناك أشكال مختلفة من الاحتيال، يمكن أن يكون هناك انتهاك للقوانين المصرفية، ونحن نحاسب من يقومون بهذه الجرائم. وهناك أيضا تهم من هذا النوع، وهناك تهم أيضا للتهرب الضريبي. كل هذه تهم مختلفة، واليوم هناك ادعاءات عديدة مثل حالات عديدة سابقة، وكل هذه الجرائم تم القيام بها لتخبئ عن جرائم أكبر. ولكن مرة أخرى اليوم سوف نتحمل مسؤولية للتأكد من أن الجميع متساو أمام القانون، بغض النظر عن مبلغ المال أو القوة أو السلطة التي يتمتع بها الشخص، المبادئ نفسها في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تحقيق، التحقيق سوف يستمر في مانهاتن، وأنا قمت بهذا العمل ل24 عاما، وأنا لست غريبا عن هذه التحقيقات المعقدة. فكان هناك، لقد حضرنا عملنا بشكل جيد، وسوف يكون هناك تحقيق، ونحن كنا مستعدين لهذا التحقيق ولهذه القضية. لقد قيل أن هناك 34 تهمة لتخبئة ولتغطي عن تهم أكبر، ولكن لائحة الاتهام لم تكشف عن هذه التهم. ما هي؟ بالطبع لائحة الاتهام لا تفصح عن هذه التهم، لأن القانون لا يتطلب هذا، لا يتطلب الإفصاح عنها. وأنا أتكلم أيضا عن قانون الانتخابات الأمريكية الذي يحدد أن ما قيم به هو جريمة. أنا تكلمت عن أساليب مختلفة تم انتهاك القانون فيها، ومنها البيانات الخاطئة مع سلطات الضرائب أيضا، وتكلمت عن سقف الحملات الانتخابية الذي تخطاه الرئيس ترامب. لن أغوص في التفاصيل عن هذه التهم وكيف أتينا بالإثباتات، ولكن هناك إثباتات بنينا عليها هذه القرارات. لن أتكلم عن تفاصيل عملنا، ولكن أنا كنت بدأت التحقيق منذ أشهر، ولكن لا أظن أنه كان كافيا لبدأ المحاكمة منذ أشهر. ولكن اليوم بات لدينا إثباتات إضافية، وكان هناك شهود أكثر. وكما قلت قبل، لقد كان هذا عملي ل24 عاما، لذلك أنا لا أتي بأي قضايا قبل التأكد من أن كل الإثباتات موجودة. هل تؤمنون أن هناك أدلة جديدة؟ كما قلت للتو، تأمل لمكتبنا أدلة إضافية لم تكن بحوزتنا منذ أشهر،
هناك جزء من السؤال متعلق بالجزء الفيدرالي. بالطبع هذه العاصمة عاصمة الأعمال والنشاط التجاري في العالم، لذلك نحن نواجه مثل هذه القضايا بشكل اعتيادي. نحن نتكلم عن نزاهة الأعمال والتجارة يجب الحفاظ عليها، لذلك نحن نتكلم عن ولاية نيويورك بشكل أساسي. أنا لن أكرر ما قيل، فما حصل يعلن المعلومات الكافية. So the charge is falsifying business records. التهم تتطلب كما حددت تصرفات جرمية تم إخفاؤها، ومنها قانون الانتخابات الأمريكية الذي انتهك. وبالطبع الموضوع يشمل نصوص هاتفية أيضا تم إرسالها. كل هذه سوف تكون أدلة تستخدمها قاعة المحكمة في مانهاتن. I'm glad you put your finger on that because it's not just about. الأمر ليس متعلق بمبلغ مالي واحد، ولكن هناك 34 تهمة وبيانا خاطئا، كلها تهدف إلى تخبئة جرائم واتهامات جنائية أخرى، ونحن نتكلم أيضا.